السلام عليكم طلاب سادس الاعداد، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. ما نوع احنا كملنا الوحده الثالثه من ناحيه القواعد، راح نحكي عنها من ناحيه تمارين المعاني. بالنسبه الى تمارين المعاني راح تتقسم بهذا الشكل. اول شيء عندكم تمارين الاملاء اللي هو تمرين DIS صفحه 56 وصفحه 74 تمرين B، وتمارين الاختيارات بعدها راح نحلها، وتمارين التوصيلات، وايضا التمارين اللي تجي في سواد الاسقاطات. فهسه خلينا نبدا بتمارين الاملاء اللي هم صفحه 56 وصفحه 74. بالنسبه الى صفحه 56 عندكم بها هذا التمرين اللي هو البريفكس DIS. هاي البريفكس شنو؟ عندنا مجموعه من الافعال اريد اكون العكس منها، فايش راح اضيف قبلها؟ راح اخلي قبلها DIS بس. هنا يقول لك the opposites of many verbs are formed with the prefix DIS. يقول يا بالعكس من كثير من الافعال يشكل باضافه شنو؟ DIS. يعني مثلا agree ايش راح يصير؟ disagree. agree معناها يوافق، او يعني يوافق بالراي. disagree يخالف بالراي. approve يثبت، disapprove ينفي. فهنا او لا يثبت، فهنا جدًا كون ذي كون العكس منها. هنا ايش منطق؟ منطق مجموعه من الافعال يقول لك كون العكس منها. كل اللي راح تسويه بكل بساطه تجيب قبلها تخليها DIS بس. يعني مثلا like شلون اخلي العكس منها؟ راح اقول this like that's it. obey راح يصير this obey. like يحب، dislike يكره او لا يحب. obey يطيع، disobey لا يطيع. trust معناها يثق، distrust معناها لا يثق. appear يظهر، و disappear معناها يختفي. please يرضي، و this please معناها يغضب. connect يتصل، ف disconnect معناها يقطع الاتصال. encourage يشجع. شوف ال encourage هاي شوية بها تريك صغيرة. انت ما عندك هنا IN بالبداية، هاي ال IN راح تشيلها وتخلي بمكانها DIS، فراح تصير this وابدي منها courage، فراح تصير discourage. هذا التمرين شلون يجيكم؟ يجيكم مثلا please راح تصير displease. يقول لك يا باللايك شو يصير؟ وراها فراغ، فانت تقول تصير dislike. واحيانا يجي ويا ويا البادئات اللي اخذتوهم بالوحده الاولى اللي هم ال IM و IL و IN و UN، وايضا عندكم كان وياهم ال IR، فهذا دائما يجي وياهن. يعني مثلا يقول لك، خليني اعطيكم مثال، like فارزة، dislike واضح. هنا ايش يقول لك؟ يقول لك مثلا legal. ايش راح تسوي حتى تسوي العكس منها؟ ايش راح تضيف لها؟ احنا نعرف بانه اللي تكتب ال لازم تضيف لها ال، فراح تصير illegal. فهنا هذا ممكن يجي العكس من عنده تماما، يعني يجي ويا من ويا هذا الموضوع اللي هو اليو ان الاي ان الاي ال الاي ام والاي ار. هذول كلهم شو نسميهم؟ نسميهم prefixes، فهذول يعتبرون موضوع واحد ومهم جدا. نروح هسه وين؟ الى تمرين صفحه 74، وهذا ايضا تمرين وزاري مهم جدا. تمرين بي، هذا يجيكم ايضا بسؤال الاملاء. هنا عندي كلمات مرادفات او تعاريف، فهنا عندي مثلا yearly سنوي. هنا يقول find words or phrases in the text on page 33 of the student's book that mean yearly. هنا يقول لك اكو قطعة عندك بصفحة 33 راح تلقى بها كلمات لازم تخلي المرادفات مالتها هنا بهذا التمرين. فاجي عندي مثلا yearly سنوي، هذا ايش راح يصير؟ راح يصير annual. annual ايضا اثنينهم ينطون معنى شنو؟ اثنينهم ينطون معنى سنوي. things you put over your ears to listen privately، اشياء تضعها فوق اذنك للاستماع بخصوصيه. هاي شو نسميهم؟ نسميهم headphones. headphones يعني هيدفونات. the box like room، صندوق مثل الغرفه او غرفه مثل الصندوق. where interpreters work، حيث يعمل المترجمون. هاي شو نسميها؟ نسميها booth يعني مقصوره، مقصوره المترجمين يسموها booth. in a difficult situation،
في وضعية صعبة. هنا نقول under، طبعا هاي قطعة سميرة المحمود، under pressure يعني تحت الضغط، in a difficult situation. Give an idea of the meaning يعني يوصل المعنى. هنا راح نقول convey convey the sense يعني يوصل المعنى أو الفكرة. Wanted or needed يعني محتاجين إليه أو نريده، هذا نسميه in demand يعني مطلوب، أو نقول عليه شنو، نقول عليه طلب. Unemployed يعني بلا عمل، unemployed هاي معناها out of a out of a job، out of a job يعني شنو، يعني بدون وظيفة. هذا بالنسبة لمن، بالنسبة إلى تمارين الإملاء. وللتذكير مهم جدا بأنه هذا التمرين ممكن يجيك بسؤال الإملاء، ممكن يجيك بسؤال الإسقاطات. يعني شلون بسؤال الإملاء؟ يعني مثلا يقول لك early annual، أوكي؟ وبعدين شو يقول لك؟ يقول لك unemployed، شو راح تخلي لي وياها؟ راح تخلي لي out of job، هذا اللي تسموه سؤال الفوارز. أحيانا لا، يجيك بسؤال المطابقة اللي هو التوصيلات. يعني مثلا يقول لك headphones بالجهة رقم 1 2 3، وباي بي سي حاط لك things you put over your ears to listen privately. فهذا يجينا بصيغتين، يا اما يكون بسؤال الاملاء يا اما يكون بسؤال التوصيلات. فانتوا لما تحفظوا احفظوا توصيلات واحفظوا ايضا بسؤال الاملاء. اما بالنسبه الى تمارين الاختيارات، فعندنا بهن تمرين واحد اللي هو تمرين بي صفحه 69. هنا هذا يجيك تختار مثلا بين A و B، فشلون تختار الجواب الصحيح؟ يعني مثل هاي الصيغه مالته تماما، بس احيانا شنو يجيك خط عدل، بس هذا الفرق بينه وبين الكتاب. يعني فاقول هنا شيء، يقول لك circle the correct answer، حوط الإجابة الصحيحة. فأجي يقول if you dislike something you، إذا كنت لا تحب شيئا ما، you فراغ، أنت like it very much، تحبه كلش؟ أكيد لا. don't like it، لو used to like it، كنت تحبه؟ لو don't like it، فأنا راح أقول don't like it. ليش؟ لأنه dislike هي نفسها don't like، فdislike نفسها don't like، فالجواب يكون بي. If you distrust someone، distrust قلنا معناها يشك أو لا يثق به، you فراغ، أنت إيش راح تكون؟ don't agree with them يعني ما توافقهم بالرأي، have confidence in them الثق بهم، don't have confidence in them أكيد don't have confidence in them، ما عندك شنو؟ ما عندك ثقة بهم. ليش؟ أنه distrust معناها شنو؟ لا يثق. If you disconnect your TV you، إذا انقطع الاتصال أو إذا قطعت الاتصال اللي بالتيفي مالتك، شاشة التلفزيون، إيش راح يصير؟ need to buy a new TV، تحتاج تشتري تلفزيون جديد؟ لا. can still see a picture، تستطيع رؤية الصورة؟ can't see the picture anymore، هنا راح يكون see، نقول can't see the picture anymore، بعد ما تقدر تشوف الصورة. If you discourage someone you، يقول إذا كنت تثبط عزيمة شخص ما، اللي هو شنو discourage، إيش راح تقول؟ make them feel they can't do something، تخليهم يشعرون بأنه هم لا يستطيعون فعل شيء. make them feel they can do something، make them feel ill، تخليهم يشعرون بالمرض. هنا راح يكون الجواب A powerly. بالنسبة إلى dis، هسه اللي لاحظتوه شنو؟ انه دائما تجي مع النفي، تلاحظون لو لا؟ can't don't، وهنا ايضا don't، وهنا شنو؟ وهنا ايضا can't. فهنا الدس هي دائما تعطي معنى النفي، فانت ايش راح تختار؟ تختار دائما المنفي. يعني هذا ابسط شيء ممكن اوصل لك به الفكره. اجي هنا مثلا if you disobey someone you do what they want، يقول اذا كنت لا تطيع شخص ما، تفعل ما يريدون، لول تفعل ما لا يريدون، او لا تفعل ما يريدون، لا تفعل، لانه disobey dis معناها not. فهنا ايش راح اقول؟ don't do what they say، that's it. something has disappeared you، اذا فد شيء اختفى، you can't see it، لو can't see it، can't see it اذا شيء اختفى يعني شنو؟ لا تستطيع رؤيته، فاقول can't see it. فاللي تلاحظوا شنو؟ بأنه دائما يكونون وياهم نفي. فأنتوا احفظوها بهاي الطريقة، أنه هذا السؤال إذا أجاكم الاختيارات بي، راح نختار دائما النفي إذا شفنا شنو، إذا شفنا this.
بقى عندنا اخر شيء تمارين الاسقاطات اللي هم تمارين صفحة 68 وتمارين صفحة 69 تمرين A و C. فنجي الى تمرين A صفحة 68، راح نترجم هاي الكلمات وراها نروح الى نخليهم بالفراغات المناسبة بهم، وراح احاول من كل وحدة انطيك كلمة مفتاحية ممكن تساعدك تختار الاختيار الصحيح من ذني. زين، هنا عندنا اول كلمة architect معناها مهندس معماري، ترجم وياي. engineer معناها مهندس. life of flight attendant معناها مضيف طيران. journalist معناها صحفي. lawyer محامي. lifeguard معناها منقذ. pilot هذا منقذ سياحي يعني. pilot معناها طيار. plumber سباك. secretary يعني سكرتير. surgeon يعني طبيب جراح. و tour guide مرشد او دليل سياحي. فنجي الى الكلمة الجملة الاولى، سلوى works with the director of the company. يقول سلوى تشتغل ويا مدير شركة. she writes all his letters and answers the telephone. she is his. يقول سلوى هي داوم بمكتب المدير، هي تجاوب على الاتصالات والرسائل مالته. فهي شنو؟ شو تعتبر هنا؟ تعتبر secretary. تعتبر سكرتير لهذا الشخص. زين، هنا بتلقى مثلا with the director. with the director يعني هي تشتغل مع شنو؟ مع مدير، معناها هي شنو؟ هي secretary. captain يوسف has been. من نشوف كلمة captain قبل يجيب بالك شنو؟ يجيب بالك pilot، فراح تقول pilot. زين، هنا ده يقول لك for 10 years يعني صار له هو طيار لمدة 10 سنوات. at the moment he flies plane from Europe to the Gulf. يعني يقود طائرات من أوروبا إلى الخليج. جميل nearly drowned at the beach yesterday. luckily the saw him. من نشوف كلمة drowned يعني غرقة، معناها من اللي راح ينقذه؟ راح ينقذه lifeguard. فأنا راح أقول lifeguard. فهنا اعتمد عليه من على كلمة captain، هنا اعتمدنا على كلمة drowned، وهنا work with the director. زين، هنا عندك مثلا who designed that amazing building. ممتاز، من نشوف كلمة design وهنا ايضا building. فديزاين building هو من اللي يصمم بنايات. اصلا كلمة building دائما تجي ويا من؟ تجي ويا architect. فهي is a famous architect. مباشرة بس اشوف designed وياها building، فراح تقول بالفراغ نخلي architect. you know my sister is فراغ. she takes tourists sightseeing in London every day. هنا من نشوف tourists معناها اللي يشتغل وياهم من هو؟ هو tour guide. فراح اجيب tour guide اخليها هنا. tour guide. have you read the article about dows in this magazine? it's by my aunt who is. من نشوف كلمة article مقال، من اللي يكتب مقالات؟ هو journalist. فاقول هنا journalist. اروح الى اخر تمرين عندكم بالنسبة للاسقاطات اللي هو تمرين C صفحة 69. هنا يقول complete the sentences with the appropriate verbs. complete the sentences with appropriate words. يقول كمل هاي الجمل بكلمات مناسبة. فنجي I'm hungry. يقول انا جوعان. let's have lunch in the college. من نشوف كلمة hungry يعني جوعان، فالجوعان وين يروح؟ راح يروح إلى college canteen اللي هي الكافيتيريا. college canteen. you will really enjoy studying there. يقول لك كلش راح تستمتع بالدراسة هناك. all they are really friendly. كلش ودودين and helpful. all the staff. staff معناها كادر تدريسي. all the staff are really friendly. please fill in the form. هنا طبعا نشوف كلمة studying مثلا راح يجي وياها كلمة stuff على الأغلب، يعني studying stuff. please fill in the form. write your name
here and all the other. ها بنشوف كلمة write، يعني مثلا write your name here and all the other details. And all the other details. فيقول لي اكتب اسمك هنا وكل بقية التفاصيل underneath في الأسفل. What's your، بنشوف كلمة doctor, miss or mrs. هاي هنا يصير title. فيقولها what is your title، شنو هو اللقب مالتك؟ Is it mrs. or miss or doctor. I would like to go on a computer. بنشوف كلمة computer معناها computer course. To improve my skills، خصوصا skills وياها. فتقول computer course. I didn't know what to do after leaving school, but one of my teachers gave me very good advice. يعني واحد من أساتذتي يقول أعطاني نصيحة جيدة. They didn't know which class I should be in. ما عرفوا بأنه بيا صف لازم أن يكون موجود. So I did a test. نشوف كلمة test to find out what level. Level معناها مستوى. What level my English was. شنو مستواي باللغة الإنجليزية. I can't get the job because I don't have the right. يقول ما حصلت الوظيفة لأنه ما عندي المؤهلات اللي هي didn't get the right qualification. I want to go to and get a science degree, not university. And get it. I'm interested in the environment. أنا مهتم بمن بالبيئة. I would like a in ecology, a career. يقول أنا مهتم بالبيئة. فأني أريد شنو وظيفة بالإيكولوجي. I'm interested in the environment. فأنا لما أشوف مثلا كلمة خلينا نقول مثلا إيكولوجي راح تقول career in ecology. هذا بالنسبة إلى تمارين الوحدة الثالثة. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وإذا شفتوا بأن المحتوى مفيد حاولوا شاركوا ويا أصدقائكم من طلاب سادس الإعدادي، وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة حاولوا تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات حتى ما يفوتكم أي شيء راح ننزله بقادم الأيام إن شاء الله. شكرا للمشاهدة وشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.